معنا عبر الهاتف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أهلا وسهلا دكتور هشام. من متابعتك لآخر التطورات، من متابعتك لنبض الشارع طبعا بحكم العمل الحزبي والتفاعل الدائم مع الجمهور، كيف ترى نبض الشارع الآن تجاه آخر التطورات المتعلقة بغزة وبمعبر رفح؟ كيف يرى المواطن جهود الدولة المصرية في حلحلة هذه الأزمة الآن؟ وإلى أي مدى يذهب دعم المواطن للدولة؟ يعني أولاً أهلاً وسهلاً بحضرتكم السادة المشاهدين. طبعاً من خلال التواجد في أرض الواقع واستطلاع آراء للشعب، احنا عندنا نقطتين. النقطة الأولى طبعا ان هو استياء شديد جدا ما يحدث في رفح وما يحدث للإخوة الفلسطينيين، ومؤازرتهم مؤازرة كبيرة جدا، والتعاطف معهم ومع القضية الفلسطينية اللي هي ركن من أركان الوجدان المصري. وفي المقابل يعني بترى يرى الشعب المصري ما تقوم به الحكومة المصرية والدولة المصرية والقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي هو دور مقدر على المستوى التاريخي وعلى المستوى الوطني والقومي العربي على الحقيقه. لان شايف ان هو في دور متماسك على المستوى القيمي وعلى المستوى المبادئي. منذ اول يوم مصر اعلنت مجموعه من الثوابت اللي هي بتنطلق فيها السرديه المصريه بصوره واضحه ومحدده. اولا ان هي مصر تحافظ على امنها القومي ولن تسمح لتصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب الامن القومي المصري او اي امن قومي عربي اخر. الامر الثاني ان هي بالنسبه لها ان هي قضيه الحفاظ على الدوله الفلسطينيه اللي حدودها على حدود 67 وعاصمتها القدس، وهو ده الحل العادل للقضيه الفلسطينيه. ومصر برضه داعمه للاشقاء في فلسطين عبر قوافل استمرت لشهور واستمرت لاسابيع، كانت شريان حياه للشعب الفلسطيني. ومصر كانت واقفه كبيره جدا وما زالت الى الان على الاجتياح لمنطقه رفح، وان هي بالنسبه لها تعرض مئات الالوف من الفلسطينيين للخطر. التحركات المصرية واضحة ومحددة فيما يتعلق في الجانب والضغط السياسي بشكل كبير جدا. الضغط اللوجستي، سعيها لإبرام الهدنة والورقة المصرية هي الورقة الوحيدة اللي هي قابلة الاستمرار، وحازت على رضا الأطراف لولا إن الحكومة المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو اللي هي بترسم يعني فصل عنصري جديد في المنطقة، العالم كله ضده، هي اللي بتعوق مساعي الهدنة. التحركات المصرية دائمة والسردية المصرية هي مسار فخر للشعب المصري. وعلى الحقيقة لذلك احنا بنرى بقى تكاتف كبير جدا ان كل اجزاء الدولة المصرية سواء من الشعب، المؤسسات السيادية، ما بين الجيش، البرلمان، الاحزاب، مؤسسات المجتمع المدني، شفنا تحالف العمل الاهلي، كل الجمعيات، كل النخب، الاعلام، كل الدولة المصرية بتتحرك على سردية واحدة. وده عن قناعة على الحقيقة، يعني هي واضحة ان احنا كلنا ما يحدث الان او ما تمثله الدولة المصرية هي تمثل الضمير المصري والتعامل مع الحكمة والتعامل بحزم مع القضية. ليست المشكلة ان السردية المصرية السردية العاقلة المناسبة للاقليم، وهي بالنسبة لها مصر تذكر العالم بالضمير الانساني وبالقانون الدولي وبالمواثيق الدولية اللي اسرائيل دلوقتي يعني سابقة من نوعها، ربما تؤثر على الاستقرار العالمي والثقة في هذه المؤسسات. لان اذا انهارت الثقة في هذه المؤسسات واصبح شريعة الغاب هي اللي موجودة، ده خطر على الانسانية كلها. ويعني يذكرنا بايام الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه والانفلات العالمي ده لما بيحدث او يحدث في الضمير الانساني، ان هو ما فيش رادع لقوه هي قوه بهذا الشكل وبهذا الجنوح، وان هي امريكا هي المفروض الراعيه الرسميه. اسرائيل ليست بهذه القوه، هي المشكله الاساسيه في الرعايه الامريكيه الكبيره لهذه الدوله وهذه الممارسات. يعني حق الفيتو موجود دائما، موجود لرعاية هذه الممارسات، وده خطر كبير. فاحنا بالنسبة لنا شايفين ان هو بالنسبة له يعني ما تمثله العقل والحكمة المصرية، وفي نفس الوقت يعني الحزم وعدم الانجرار الى صراعات او الى اوضاع هي تريدها بالفعل هذه الحكومة المتطرفة، لان هي ترى الاقليم مشتعل عشان تمرر مخططات.
فهنا احنا بنقول للحكومه المصريه، بنقول للدوله المصريه، بنقول لسياده الرئيس، يعني احنا بالنسبه لنا نؤيد هذا المسار وبكل قوه، وان الشعب المصري على الحقيقه لما راى ان هو بالنسبه له الجديه المصريه في هذا الكلام وتمثيلها للضمير والوعي الشعبي المصري تقف خلف القياده السياسيه وبكل قوه تؤيد كل الخطوات من اجل يعني اقرار الحقوق، وانها بتربط كمان على الشعب الفلسطيني المقاوم ان هو بالنسبه له يحافظ على ارضه رغم كل التضحيات. هي مقدره لهذه الاثمان وهذه الدماء، ولكن هي الطريق طويل، ولابد في النهايه ان هو ينتصر الحق، وهو في النهايه لن يكون في الواقع الا السرديه المصريه، لان عدم الامتثال للسرديه المصريه خطر كبير على الاقليم، خطر كبير جدا على المصالح العالمية الموجودة في المنطقة، وبيؤثر في الضمير العالمي. ويمكن يا دكتور هناك يعني ما زال هناك أمل بعد في الضمير العالمي المتمثل في الشعوب، حتى الشعوب الغربية التي تحاول مرارا وتكرارا الضغط على حكومتها التي لا تستجيب، ولكن ربما هناك أمل أنه مع الوقت يحدث ضغط حقيقي على هذه الحكومات. شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة على هذه المداخلة.